عدم السقوط. اليوم عطاتنا واحد الشحنه تاع الطابع الاكسجينيه، بس لعبوا بارتياح. فمن اليوم فصاعدا غلبوا الكره ديالنا اللي تعود الجمهور ما كان يشوفنا. اليوم كما شفتوا كان لقاء صعيب، لا سيما جاتنا اصابه ما كنستحقوهاش. الوقت اللي خدنا المقابله من ناحيه التقنيه الا وجاتنا اصابه اللي طبعا نقولش خطا ولكن عدم التركيز. من بعد انتظرت من الشوطين غيرنا من ناحيه التقنيه يعني تموضوع اللاعبين باش نخلقوا الخصم ونخليه في نص الملعب ديالو. ما بغيناش نديروا واحد يعني واحد الدفاع رجل رجل المباركي، لا بالعكس غادي نخلو وسط الميدان، ولكن درنا دفاع المنطقه واقرب لاعب عنده الا وقبته. فانا كثيق في اللاعبين من الناحيه البدنيه، طيق فيهم من الناحيه التقنيه. الدهن الحمد لله انا الرئيس دخل عندنا في الشوطين وقال لهم بان ما خسرنا والو، لعبوا الكره ديالكم عطانا واحد الشحنه الحمد لله، اصابتين وكنا نفوزوا اكثر من اصابه. سعد الرحيم طالب شنو تعلق على هذه المقابله هذه؟ هو نتهني اللاعبين، لان اللاعبين باش تجعلهم اصابه يترى واحد عدم التركيز ورجعوا في المقابله وسجلوا وضيعوا عده فرص وانتصروا، هذا ليس بالسهل. فدبرا اننا تبارك ان شاء الله كما وعد الجمهور المكاني ستكون على السكه الصحيحه، ولا سيما بعد الاقحام هذه العناصر الشابه والمجربه. احنا عندنا هاجس واحد هو البور الرغبه ديال يعني الطاقم الاداري ولا سيما الجمهور المكاني. شكرا سعد الرحيم.